السيد نائب الأمين العام ورئيس حقوق التنظيم السيد سمير بودار لابن البار بمدينة الأسفي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي عبد الحمد وفاكر ما تكتبت لي ما كتبتش كلمه ما كتبتش كلمه لان نسمي بسكت لان انا في بلادي مع خوتي مع خواتاتي في مدينة الأسفي وهذا شرف. وانا اللي كنكتب كلمه انا خفنا ما نخطبوش وما نديروش انا واخا نخطا راني معاكم ونقدكم. قبل ما نجيو للقاء دابا أسفي المجرد كنجي ليه بديت كبرت فيها أول حاجة كانت كنمشي نشوف الوالدة. اليوم اللي مشيت بغيت نبين الدكتور حانيش إجازة اللي درنا دزت قدام المستشفى عائشة حقها عجبني الحال اللي جبنا كان لنا الشرف نجيبو هذا المستشفى لهذ المدينة ما غيكون شرف في المدينة. تمنى أن وزارة الصحة تقوم بالواجب تخدموا هذا اللي نتمنى الله ما تزوروش أنتم أمراض. غيت حل الحديقة ديالو العمر نزوروا نشوفوا هذا المكسب اللي بالفضل وجودي في الجهه استطعت نجيبه لمدينه الأسفي وهذا شرف ليا وشرف ليا. الناس قبل ما نطلعوش بزاف لان واحد مجموعه الناس بغاو يتفرجوا في الماتش وواحد مجموعه الناس مازال عندهم الطريق. انا قبل الياس كتقول على واحد السؤال إلى يسجل على أول كان أسفي من الأقاليم الأولى في المغرب اللي تأول فيها التنظيم ديال حزب قصر المعسكر. الأقاليم الأولى اللي تأسس فيها التنظيم وكان أول أمين إقليمي اللي كان بيكون تصفقوا عليه كثير وحرج معنا في صالح المدون اللي كان أول أمين إقليمي واللي أعطى بالفضل ديالو جمع مجموعة رؤساء الجماعات بعد تحكم مجموعة الإخوان بينهم محمد الكريم وعبد الكريم ولا عطينا عطاو الحزب المكان ديالو. حنا أنا كرئيس الجهة ابن هذه المدينة وعلى يقين كاع داكشي اللي نقدر نحقق للجهة غادي نحقق ولا حقو لمدينتي غادي نحقق. كاين البعض كيقول لك اش داروا داكشي اللي قدرنا عليه الله غادي نديرو غادي ندافعوا عليه سواء من الموقع ديالك كجهة ولا موقع المسؤولية ديالك كحزب للمزيد من المشاريع المهمة اللي عقدي مسفي. من بين الحوايج اللي يمكننا ندوي عليها غادي تجي من استطعنا في الجامع ان نقتنوا الارض ديال المنطقه الصناعيه لان الهم الكبير ديال الاساس فيه هو خص مراسم الشغل. عندنا غير نصيب لهم واحد الخدم وبالتالي غادي يكون المنطقه الصناعيه ديال خطا زكام اللي تجي اقتنت الارض ديالها غتبدا الدراسات ديالها واللي كانت واحد المساحه ديال 105 هكتارات غتكون منطقه مهمه زياده على فك العزله لان المشكل اللي ما كيعرفوش الناس بس في ديالها عندها مشكل كبير في الاقليم السي ديالها. فما كيفاش المناطق الفوق الشمال بين التهيير واللي جاي النواحي ديال الشمائيه وغادي للشيشاوه هذوك كلهم مناطق مضطرين بزاف الماء. المبالغ المهمه كنخصو في الجهه كتمشي فك العزله على الطرق لهذه المناطق وفي ماء صالح الشغل. نتمنى من الله على انه نتفقوا في هذا الشيء فيه مازال خمس سنين داك الشيء كله غير باقي. انا اي واحد كيتصل بيا كيقول لي انا من الاسفي خاص شي مشكل لا قدر الله الا كنديرو ولكن الوقت اللي كتكون فوق الطاقة راه الغرب الله و اللي غادي يكون غادي يكون قريب حق ولاد بلادي وشكرا نتمناو يكون ألمانيين. أخرى على الالتزام ديالكم والتضحية ديالكم كل شيء في الانتخابات الجزئية اللي فاتت وحققنا فيها نتيجة مهمة بناء على أن الحزب متواجد في أسفي وبناء على أن الغالبية الحكومية كاينة وبناء على أنه ممكن الناس ديال السي الى تقوا فيك وعرفوا انك جن راه كيعطوهم كيعطوك الدم ديالهم والى ما تقوش فيك راه ما يعرفوكش واخا يسلموك ولذلك نتمنى من الله غادي يكتبوا القافله وشكرا. باش يوصلكم الجديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.